والمياسة والشاهينية لا زالت في المركز الأول. سلام للسلطنة، سلام سلام للسلطنة، سلام على فوز الشاهينية بالمركز الأول. سعيد بن ناصر الرشيدي هو من يحتل المركز الأول، يقود مسار هذا الشوط بعنوان التحدي، عنوان المنافسة القوية. لا زالت على المركز الأول تقدم العروض المميزة، العروض الجميلة. يا سلام يا الرشيدي، هو في المركز الأول، في المركز الأول والصدارة. تهانينا على الفوز، تهانينا على الناموس والانتصار، على فوز الشاهينية وتقديمها كذلك صورة تنافسية جميلة من بداية هذا المشوار، من بداية هذا التنافس الجميل. تهانينا والناموس. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، هذه لحظات وصول الشاهينية. سعيد بن ناصر الرشيدي هو من يحتل المركز الأول، مياسة وصلت في المركز الثاني. سلام 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 عليكم يا أهل المملكة العربية السعودية، وأسعد الله صباحكم يا أهل البقيق. تهانينا من الأعماق، تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن حمد بن سليمان الجبرير على فوز جلمودة بالمركز الأول وعلى هذا الأداء المتميز الذي قدمته جلمودة. مشكور يا محمد يا بن بخيت يا الزعيري يا المري على هذا التضمير وعلى هذا الأداء. العصا خلها في البطان، لا تقول له شيء. المركز الأول يابته والسلام يابته، شو تبه بعد؟ ها هي جلمودة، ها هي جلمودة تقترب، تقترب من خط النهاية، حاطه الرحال عند خط النهاية وهي فايزة بالمركز الأول. تهانينا من الأعماق. المركز الثاني، المركز الثاني وبران وحشيب، والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. وبران يتسلل، وبران يتسلل إلى صدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. السيف بن خلفان بن طويرش الكتبي من ينطلق على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هو وبران تشاهدونه على المقدمة وعلى المركز الأول. سلام 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 يا أهل المدام ويا أهل الذيل على هذا الأداء الجميل. تهانينا لسيف بن خلفان بن طويرش الكتبي على هذا الفوز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء الجميل السيف بن خلفان بن طويرش الكتبي على هذا الفوز. المركز الثاني حشيم محمد بن مظفر بن محمد بن خوجل. ينطلق بالصدارة، يحمل الرقم واحد وهو في الصدارة، في المقدمة، في المركز الأول. تهانينا لسعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي مضمر الذكريات على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا لسعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي. سلام سلام يا أهل الخوانيق، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس ولحظة الاقتراب من المنصة الرئيسية، معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا لأبو محمد على هذا الأداء الجميل. تهانينا لسعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي على هذا الفوز لظبي العلا ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. المركز الثاني صباح الجميل، واسري على الصدارة، اسري على المقدمة، وأرس الهودة، أرس الهودة قادمة بكل قوة، والذيبة من الجانب الآخر، الذيبة بشعار محمد بن سالم بالذويب العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن اسري 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 على الصدارة، انطلقت انطلقت بناموسي هذا الشوط. يا سلام تضيف هذا الفوز مع إنجازاتها الماضية، يا سلام رصيدها أكثر من سيارتين. ها هي سرية تنطلق بالصدارة، تنطلق بالمقدمة، بالتحدي. تهانينا المظفر بن محمد بن خموشه العامري. سلام يا العين سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي تقدمه سرية. المركز الثاني الذيبة محمد بن سالم بذويب العامري، المركز الثالث سلهودة سيف. العامري
اللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة، والسمحة على الصدارة، سمحة على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، أرى التحديات للشايبة مع المركز الثاني محمد بن سالم بن ذويب العامري. من أطلق العنان للشايبة مع المركز الثاني، ولكن سمحة، سمحة تسيطر، سمحة تسيطر. الشايبة 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 في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية تنطلق الشايبة. يا سلام يا سلام، سمحة سمحة والشايبة، ولكن سمحة سمحة تنطلق مع المركز، مع المركز الأول رصيدها موترين. العام الماضي تنطلق بالصدارة، تهاني لسالم بن سلطان بن ميرين الكتبي على فوز سمحة بالمركز الأول. المركز الثاني عاد الواعي هنا على المركز الثاني، حارب بن يمعة بن صبيح والمارد. المارد المارد تمرد، تمرد المارد، تمرد المارد إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول. المارد المارد المارد، من انتزع الصدارة انتزع المقدمة والمركز الأول. ما رشحتك من عبث يا المارد، ها هو تهدونه على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. تهانينا لأبو حمدان سعيد بالعصري بالحب العامري، والسلام لهالي الهير على هذا الأداء الجميل. سعدتم صباحا يا هالي الهير على هذا الأداء الجميل. تهانينا تهانينا لسعيد بالعصري بالحب العامري على فوز المارد بالمركز الأول ورحلة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني الواعي لحارب بن معبر صبيح. المركز التحدي لمن الفوز، لمن السلام في هذا الشوط. الله الله مناور والفاتن ومشهور. وسلوم وسلوم وسلوم، الله الله. ولكن أرى مشهور يتسلل، ومناور صامد ومشهور يتسلل. مشهور مشهور راشد بن سعيد بن أحمد الرميثي، ومناور مناور لسالم بن سلطان بن ميرين لكتبي. واللحظات الأخيرة مشهور ومناور، مناور ومشهور، ولكن هنا اللحظات الأخيرة. الله الله، مشهور مشهور والناوي مشهور، مناور مشهور، مناور والله الله، ولكن مشهور الأقرب للفوز، الأقرب للناموس. تهانينا لراشد بن سعيد بن أحمد الرميثي، والسلام لهالي السمحة على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني مناور سالم بن سلطان بن ميرين الكبير. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، هناك قدوم من مذيار وكذلك من السبعة، لكن خلاص يعني قفلت على نتيجة الشوط وأدت الأداء الجميل والأداء المفرح تماما على مقدمة هذا الشوط لتفرض نفسها وجودها في تشكيلة هذا الشوط، في تشكيلة هذا الشوط الأساسية، وأنها سارت بالمركز الأول بدون أي حساسية وبدون أي ضغوط، وهي في المراكز الأولى مسيطرة سيطرة واضحة وفعالة. هذه حدث حفلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء، لسعيد بن خليفه بن رشيد السويدي مع اللحظات الاخيره، الرمق الاخير لهذا الشوط لتهدي الفوز والناموس لمالكها. انها حدث لسعيد بن خليفه بن رشيد السويدي ثاني والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء مظفر بن محمد بن خموشه العامري قدم لنا مذيار، بينما المركز ولكن نوادر 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 مع المركز الثاني وغلا ثالثا التحديات والكوكبة ثلاثية ولحظة الانطلاق. مشاهدينا متابعينا الكرام، أقدار على الصدارة، أقدار على المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام، اندفعت في اللحظات الأخيرة بناموس هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن حمد بن سليمان الجبرين، وسلام سلام يا المملكة سلام. سعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي تقدم أقدار، وللمرة الثانية في هذا الصباح تهانينا لمحمد بن حمد بن سليمان الجبرين على فوز أقدار بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني نوادر لمحمد بن معتوق العامري. المركز الثالث غلا لمسعود بن سعيد بن سالم الفهيدي. لم كلف
مطر بن عتيج من مطر القبيسي، هو الآن يسير بالمركز الأول من خلال هذه اللحظات. سلام للعاصمة، سلام، تحية للعاصمة وسلام، سلام للعاصمة وتحية، وتحية للعاصمة وسلام. مشاهدينا الكرام، هناك ياتي مكلف ليزف التهنية لمطر بن عتيج من مطر القبيسي على المركز الأول، على المركز الأول وعلى السيطرة، على السيطرة الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه السلالة اللي أمامكم تسير مشاهدينا الكرام وتبعث النفوس وتبعث في النفس الراحة والطمأنينة، خاصة من خلال وجود السلالة الهملولية. تهانينا مطر بن عتيج بن مطر القبيسي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء. انطلاقة مناور، اندفع بناموسي هذا الشوط. يا سلام، قاد المجموعة، قاد المجموعة مناور، اندفع في اللحظات الأخيرة، قادم من ميدان صبرة بمدينة العين، ينطلق بناموسي هذا الشوط. ولكن هملول، هملول مع المركز الثاني لعلي بن سالم بن علي الكتبي، المركز الثالث، المركز الثالث. أرى التسلل، أرى هني نشوان ليابر بن حمد بن عفير، المري قلب موازين هذا الشوط رأسا على عقب في اللحظات الأخيرة. نشوان على الصدارة، تهانينا ليابر بن حمد بن محمد بن عفير المري على فوز نشوان بالمركز الأول. المركز الثاني غيار لخالد بن حميد بن حارب، المركز الثالث لعبد الله بن حدود الدرعي، المركز الرابع